الأزلي الذي لا يتحول ولا تحيط به الظنون ولا يصفه الواصفون سبحانه، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، ويعلم عدد كل من أظلم عليه ليل وأشرق عليه النهار سبحانه. لا تعتريه الأشباه ولا الأغيار سبحانه. يكور الليل على النهار ويكور الليل على النهار، جعل السماء مرفوعة مرئية للأنظار، تجلى على عباده فشق لهم في الأرض عيونا وبحار، تجلى على عباده فجعلهم يقتاتون من الأرض على أطيب الثمار، تجلى على سيدنا سليمان فأوحى إلى هدهد يأتي إليه من سبأ بالأخبار، تجلى على سيدنا يونس فألهمه جملة من الأذكار، تجلى عليه ثانية فسمع صوته وهو في قاع البحار، تجلى على سيدنا رسول الله فأمنه وهو في داخل الديار، تجلى عليه ثانية فجعل في صحبته رجل من الأخيار، تجلى عليه ثالثة فخرج من بين ظهرانيهم وألبسهم الخزي والعار، تجلى عليه رابعة فأمنه داخل الغار، تجلى عليه مرة بعد مرة فجعل في استقباله جماعة من الأنصار. إذا وعيت ذلك كله فصلي على النبي المختار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها السادة الكرام، أجدد التحية بحضراتكم مرة أخرى من ساحة القرآن وفي ليلة التكريم للراحلة الكريمة والوالدة العظيمة التي أنجبت فكان خير نتاج لها إخوة نعتز بهم، الأستاذ الخلوق ضياء خطاب وشقيقه الموقر الأستاذ أسامة خطاب، مشاركة لعموم عائلات خطاب وعائلات رسلان. نستأنف رحلتنا الإيمانية مع كتاب رب البرية آيات الله البينات، نستمع إليها من قارئنا الموقر الذي سنسعد به في ليلة غد إن شاء الله في 9:15 مساء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الأمسية المسجلة، فضيلة القارئ الدكتور محمود عبد الباسط الحسيني يشدو علينا من آيات الله البينات مجودا ومرتلا، نستمع إليه بعد قليل. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن
فأصلحوا بينهما من الأمر لعنتم
ثم ولكن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما بينهما بالعدل
وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بين أخويكم
يقدرش، ما ينفعش. الله يحفظك. اتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا
يتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا. من سورة الأدب
والأخلاق التي أنزلها ربنا الخلاق على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم ليتعظ المتعظون وليعلموا أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك قال سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه السورة التي تربى عليها كل مسلم وعلم أن له حدود فلا بد أن يقف عند حدوده، تربى عليها من علم أن لإخوانه عليه حقوق وأنه مسؤول عنهم يوم القيامة. استمعنا إلى آيات سورة الحجرات بصوت قارئنا فضيلة القارئ الدكتور محمود عبد الباسط الحسيني، والذي سنسعد بفضيلته عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في ليلة غد إن شاء الله في الأمسية المسجلة في 9:15 إن شاء الله، والتلاوة ضمن فقرات هذه الليلة المقامة للتكريم حجة حكمة رسلان زوجة الراحل الكريم حج وجيه عثمان خطاب. أسأل الله في عليائه أن يجمعهما برفقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، باسم عموم عائلات خطاب وعائلات رسلان وباسم الإخوة الأعزاء الأستاذ ضياء خطاب، الأستاذ أسامة خطاب، الأخ الكريم الشيخ عثمان أمين خطاب، أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم في ليلة القرآن. شكرنا الدكتور سامح عبد الظاهر استاذ الدكتور بكلية العلوم بجامعة الزقازيق. شكرنا للخلوق ونور المجالس القرآنية مستشار احمد بيك دياب، اسأل الله ان يلبسه ثوب العافية والصحة، انه ولي ذلك والقادر عليه. شكرنا للاخ الكريم كابتن السيد فهد، شكرنا للخلوق المستشار حازم بيك بدر، شكرنا للاخ الكريم عضو مجلس النواب الاستاذ لطفي شحاته، شكرنا لشيخنا وعالمنا الموقر الشيخ محمد الشافعي استاذ علوم القرآن، شكرنا للاخ الكريم الاستاذ هشام عبد الجواد عمدة قرية غزالة، شكرنا للخلوق الاستاذ السيد صبحي وعموم اهل الفضل من سادتنا الذين توافدوا على المكان. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يصحبنا من الهندسة الإذاعية ولؤلؤة الأنوار وكبرى قصور الضيافة المتنقلة حج سامي أبو الفتوح وأبنائه والمقيم بقرية الغار. شكرنا لمقدم واجب الضيافة كابتن مصطفى الحطيبي، الليلة يؤرخها لنا ويسطرها عبر شبكات الإنترنت الخلوق، والذي عاهدناه دائما رجلا مفضالا، مهندس ناصر صلاح وأبنائه الأكرمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام.